البوليدة فعاليات الأيام الإعلامية المفتوحة أمام الجمهور والتي تدوم ليومين، حيث كانت هذه المرة حول مهام المؤسسة الجهوية للمعتمدية ومخابرها المتخصصة في مختلف المنتجات الغذائية وكذا الهياكل القائمة على مختلف التخصصات. التظاهرة هذه عرفت حضور رئيس المؤسسة الجهوية للمعتمدية وكذا رئيس رؤساء المخابر بذات المعتمدية، إضافة إلى والي ولاية البوليدة. التغطية لحمزة بن هويث. تنفيذا لمخطط الاتصال المستطر من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بعنوان 2020-2021، يحتضن المركز الإعلامي الإقليمي بالبوليدة الشهيد محمد ماضي بالناحية العسكرية الأولى فعاليات الأيام الإعلامية للمؤسسة الجهوية المعتمدية الشهيد كبيش عمر وكذا المخبر الجهوي 11 الجهوي، وهذا بهدف تقوية رابطة جيش أمة وفتح الأبواب للمواطنين للتعرف أكثر وعن قرب على المهام التي تقوم بها المؤسسة الجهوية المعتمدية للناحية العسكرية الأولى في مجال الدعم المتعدد الأشكال والإسناد التقني لوحدات الناحية العسكرية الأولى. يحتضن مركز الإعلام الإقليمي بالبليدة الشهيد محمد ماضي بالناحية العسكرية الأولى فعاليات الأيام الإعلامية للمخبر الجهوي 11 المعتمدية بالبليدة، وهذا بهدف تقوية الرابطة جيش أمة وفتح الأبواب للمواطنين لتعرف أكثر وعن قرب على المهام التي يقوم بها المخبر الجهوي 11 المعتمدية بالبليدة في مجال مراقبة جودة ونوعية المواد الغذائية ومياه الاستهلاك الخاصة بوحدات الناحية العسكرية.